من بغداد ينضم إلي مباشرة أستاذ العلاقات الدولية حازم الشمري. دكتور حازم، مساء الخير. قمة القاهرة ومن قبلها قمة الخليج، آسيان وقمم ثنائية وثلاثية على نطاق المنطقة والعرب، كم تؤثر هذه الاجتماعات في خلق موقف ضاغط ربما لكبح جماح إسرائيل ووقف شنها الحرب؟ بكل تأكيد هكذا قمم يعني تعمل على إيجاد نوع من اللوبيات لردع الكيان الصهيوني بتنفيذ برنامجه في القتل الجماعي والموت الجماعي ضمن سياسة الأرض المحروقة وإخراج الغزاويين من غزة إلى ما يسمى بالوطن البديل. هسه الوطن البديل في الأردن، في سيناء، في صحراء الأنبار، أيا كانت، ولكن هو منهج تتبعه حكومة الكيان الصهيوني في هذا المجال. ولكن الأساس في العلاقات الدولية هي القوة. الكيان الصهيوني يعتمد على الغرب، على رأس واشنطن في التعامل مع شعبنا في فلسطين، يعمل على إيجاد نوع من القوة المفرطة. عندما اتخذ الكيان الصهيوني عمليات القصف والضرب من في قطاع غزة، نلاحظ أن هناك قوة عسكرية ضخمة تحركت، أمريكية تحركت باتجاه السواحل الفلسطينية. لذلك القوة التي اليوم هي التي تحكم العلاقات الدولية وليست الكلمات أو الأمنيات أو الأوضاع التي يمكن يتمناها القيادات السياسية في الدول، سواء في اجتماع جدة أو في القاهرة أو غيرها من الدول. لابد أن تكون هناك وسائل ضاغطة على واشنطن وعواصم أوروبية التي هي تدعم بشكل كبير وواضح وبالعلن بالعدة والعتاد والسلاح والقرارات على ضد لابد أن تكون لها ضد الكيان الصهيوني. قرارات مجلس الأمن قبل يومين، المشروع الروسي الاتحادية والأرجنتين قد فشلت لأن كان هناك استخدام الفيتو، وهو كان قرارات إنسانية في هذا الموضوع. نعم، يعني إذا ما تابعنا كلمة رئيس الوزراء العراقي المشارك في هذه القمة عندما قال فلسطين شاهد حي على فشل النظام العالمي، إلى ما يومأ في هذه العبارة؟ هل تعتقد أنها إشارة ربما لسياسة الكيل بمكيالين من قبل الغرب؟ لا، هو يعني ديدن العلاقات الدولية والنظم السياسية منذ معاهد وستنفاليا 1846 ولحد هذه اللحظة هو منطق القوة. القوة التي تحكم نمطية العلاقات الثنائية والجماعية في المعمورة الكرة الأرضية، وبالتالي مسألة الإنسانية والقيم هذه لا يمكن أن تكون موجودة في أجندة الدول الكبرى والعظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي هي الآن في طور ما يسمى بالقرن 21 قرناً أمريكياً. لذلك مسألة يعني طرح أفكار الإنسانية وغيرها من القيم الإنسانية العظيمة هي نوع من الشيء الذي هو لا يمكن تحقيقه، لأن المصالح الدول العظمى هي التي تكون حاضرة في عملية العلاقات الدولية والسياسة الدولية. لذلك لابد أن تكون هناك ضغوط أو أوراق ضاغطة على هذه الدول، واشنطن أو حتى لندن، باريس، أيا كان الدول التي لها وقعت كثير في دعم الكيان الصهيوني، حتى تستطيع أن ترى أو تعتقد أن هذه القرارات لابد أن تكون منصفة في إطار الحل الدولتين في القضية الفلسطينية، وهي قضية قديمة جدا منذ عام 47 48 من القرن الماضي والحد الآن. نعم، ليس من حق أحد أن يتصالح أو يتنازل أو يتبرع بحقوق الشعب الفلسطيني، يقول السوداني. بهذه العبارة لمن الإشارة؟ بكل تأكيد الإشارة إلى الكيان الصهيوني، لأن لابد أن نعي أنه رئيس حكومة الاحتلال في الجمعية العامة المتحدة قد أفرز خريطة جديدة وأظهر خريطة جديدة من مفادها أنه لابد أن يكون هناك
نوع من إعادة التوازن وإعادة السلطة الأمنية والمدنية في الأرض المحتلة. وكان هناك منذ وقت ليس ببعيد فكرة تهجير وإخراج الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في قطاع الضفة الغربية إلى مناطق تسمى بالوطن البديل. وهذه المناطق قد حددت سابقا، ولكن يتم التفاوض عليها في مشروع الإبراهيمي الذي جاء به رئيس الأسبق الأمريكي دونالد ترامب، وهو يظهر بهذا الشيء. نعم. طيب، هذه الخريطة هل تعتقد أن هناك مساعي حثيثة للعمل عليها وترسيخها؟ نسمع من الرئيس المصري العاهل الأردني التشديد على ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء أو الأردن أو مناطق أخرى. هل تعتقد أن إسرائيل عازمة ربما من خلال اعتزامها شن حرب برية على تحقيق هذا المبتغى؟ لحد هذه اللحظة حكومة الاحتلال، حكومة نتنياهو، هي يعني عازمة على برنامج يعني تغيير ديموغرافية المنطقة. وزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس قد أكد أن مراحل غزو أو إعادة احتلال غزة بثلاث مراحل جوية ومن ثم برية، والقضاء على قيادات حماس، ومن ثم إعادة العلاقة الأمنية والمدنية في قطاع غزة. وهذا دليل واضح على أن الكيان الصهيوني هو عازم على هذا البرنامج. ولكن السؤال الأكبر، هل سوف تكون الدول المرشحة للوطن البديل هي يعني سوف تحقق هذا الأمر ضمن تنازلات، ضمن وعود أمريكية، ضمن ما يسمى بالمفاوضات أو غير ذلك؟ هذا سوف يكون لاحقا في عملية ثباته أو من عدمه. نعم. طيب دكتور حازم، يعني نشهد في كل يوم كبيرة تشهدها عواصم عربية وحتى إسلامية وغربية كذلك. نعرض الآن صور لتظاهرات كبيرة تشهدها العاصمة تونس. كم تؤثر هذه التجمعات عاملة ضغط ربما على المنظمات الدولية، المجتمع الدولي، في قضية حلحلة هذه الأزمة التي تسببت حتى الآن بقضاء قرابة 4500 شخص في فلسطين جلهم من الأطفال؟ بكل تأكيد، يعني في الفقه السياسي هناك مواقف سياسية رسمية للمراكز القرار السياسي في الدول، وهناك مواقف يعني غير رسمية. وبالتالي المواقف الغير رسمية وما نطلق عليها بالرأي العام والمواقف الشعوب هي موجودة. ومنذ أزمة أو نكبة فلسطين عام 48 من القرن الماضي والحد الآن، في الفقه العلوم السياسية الرأي العام غير مؤثر بشكل كبير وواضح في قرارات القيادات السياسية في الدول. وإلا سوف نستعرض تاريخ أكثر من 7 عقود، المواقف الشعبية كانت كبيرة جدا. يوم أمس أيضا كان في نيويورك هناك قطع طرق من قبل متظاهرين نددوا بالعمل الوحشي للكيان الصهيوني في غزة. ولكن السؤال الأهم، هل هذا سوف يؤثر بالقرارات السياسية أو البناء السياسي الخارجي أو إيقاف الدعم الغربي للكيان الصهيوني؟ بكل تأكيد أنا متخصص في العلاقات الدولية أقول لا يوجد هذا الضغط الكبير في تغيير المواقف الحكومية لدعم الكيان الصهيوني. نعم. طيب دكتور حازم، يعني مررت قبل قليل على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي والمتضمنة 3 مراحل، النار والمناورة ومرحلة أخرى تحدث عن خلق سلطة أمنية في غزة. ما السلطة البديلة التي يعول عليها الإسرائيليون لأن تحل محل حماس؟ وهل فعلا بالإمكان على القضاء على هذه الحركة وإحلال سلطة أخرى محلها؟ هل تجازف فتح وتتولى السلطة؟ لا تتحدث عن أشياء مستقبلية ربما. بكل تأكيد ما يطرح حاليا أزاء الأزمة في غزة هو نقل صلاحيات فتح أو السلطة الفلسطينية من قطاع غزة إلى من قطاع الضفة، يعني الضفة الغربية إلى قطاع غزة. وبالتالي
هم يريدون القضاء على قيادات حماس بشكل كامل، الحفاظ على ما وجههم، لأن هناك رأي عام في داخل الأرض المحتلة، والكيان الصهيوني هو ناقم على حكومة نتنياهو ويحملها المسؤولية بما جرى من يعني أوضاع غير مرغوبة في حسب تفكيرهم. لذلك مسألة البرنامج الذي يقدمون عليه قد تكون خطوة أولى والثانية يعني يعملون بها، ولكن مسألة إعادة ترتيب السلطة الأمنية والمدنية الجديدة تحتاج إلى قرارات دولية، لأن القرارات الدولية منذ عام 1967 اللي هو رقم 242 وقرار 388 عام 1973 هي تحدد نمطية العلاقة بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين في الأرض المحتلة. الأطراف الداعمة لهذه القضية بمسمى آخر أطراف الممانعة، هل ستكتفي فقط بإرسال الرسائل، رسائل وصلت ربما للولايات المتحدة باستهداف أيزنهاور في البحر، كذلك استهداف قواعد أمريكية في العراق، ناهيك عن جبهة الجنوب اللبناني؟ ممكن أن تكون أوراق ضاغطة، ولكن عملية الانخراط بالحرب هو صعب جدا. يمكن أن تكون أحد المشاهد المطروحة هو سحب هذه الأطراف الممانعة إلى مسألة حرب قد تكون إقليمية وتأثيرها على المعمورة، ولكن هناك نوع من الفطنة أو الحسابات هم يعرفون بها دول الممانعة، وبالتالي لا ينخرطون بهذا أمور. قد تكون مناوشات هنا وهناك على مستويات بسيطة، وقد تكون تصل برسائل معينة، ولكن الأهم هو كيف تفهم هذه الضربات أو هذه الرسائل من مركز القرار السياسي في واشنطن والدول الغربية المتحالفة معه في عملية البقاء على الدعم اللامحدود للكيان الصهيوني أو التعاطف مع القضية الفلسطينية في هذا الموضوع. أستاذ العلاقات الدولية دكتور حازم الشمري كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.